طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. محمد بوجمع، رئيس قسم البيئة وتدبير الأخطار بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة. كيف حضرتوا معنا اليوم طنجة احتضنت الرفع ديال 3 ديال الألوية أزرقاء، 2 على مستوى الشواطئ و1 على مستوى ميناء طنجة الترفيهي المدينة. بالنسبة للواءين الأولين هما طبيعة الحال ديال شاطئ بقاسم وكذلك شاطئ أشقار. الجديد هذه السنة هو أننا حصلنا على اللواء الأزرق ديال الميناء الترفيهي ديال مدينة طنجة. بطبيعة الحال هاد المجهودات هاد الألوية الترفعات ما جاتش من فراغ، جات في إطار ما تعرفه طنجة الكبرى من مشاريع تنموية اللي عطى انطلاق سيدنا الله ينصره منذ مدة، واللي كانت على عدة محاور اقتصادية اجتماعية وكذلك بيئية. بالنسبة للواء الأزرق كيف كتعلموا هو برنامج دولي وكذلك وطني كتشهر عليه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة اللي كترأسها الأميرة الحسنة. بطبيعة الحال تحطت لا كونديداتور ديال لو بور دو طنجي في واحد الوقت معين وتم القبول ديالها من طرف اللجنة الوطنية وكذلك من طرف اللجنة الدولية. بطبيعة الحال غادي نغتنم الفرصة باش نعطي واحد الميساج للناس ديال طنجة اللي فعلا تيغيروا على هذه المدينة وعلى أساس يتعاونوا معنا باش نحافظوا على هذا اللواء الأزرق، خاصة بالنسبة للشواطئ وكذلك بالنسبة لميناء طنجة، وكذلك باش يكون تشجيع لجميع الشركاء بوكوا با باش نزيدوا واحد العدد آخر من الألوية الزرقاء على مستوى المدينة. اليوم الحمد لله كما تبعتوا معنا تم رفع يعني اللواء الأزرق بالنسبة للمارينا ديال طنجة، وحقيقة هذا ممكن نقولوا أنه امتياز لهذا المارينا وثمر الجهود ديال الفرقه والمجموعه ديال اللي كتشتغل في هذا المشروع. وهذا ليس بجديد لان منذ البدايه كما تعلمون ان هذا المشروع دخل في الاطار المشروع ديال اعاده تهيئه ميناء طنجه للمدينه اللي كان جات الملك الله ينصرو عطى الانطلاقه ديالو في 2010. وواحد البعد مهم يعني منذ البدايه هو البعد البيئي اللي حقيقه كان وارد منذ البدايه من خلال كل البرامج اللي دارت وكذلك من خلال الحركات كاع اللي داروا في خلال انجاز هذا المشروع. فمنذ البدايه كانت الدراسه يعني ايتي دامباكت انفيرومونتال يعني على المشروع، كذلك كانت في خلال الاشغال كاع الرمل اللي كان زولناه الاشغال ديناه للشواطئ اللي كان ناقص فيها، كذلك كان واحد التتبع يعني على طول السنه ديال الحاله ديال المياه والحاله ديال 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 الجو في, 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 في الميناء. كذلك هناك كما تعلمون واحد البعد اللي هو ثقافي بالنسبه لمدينه طنجه، فالمشروع ديال اعاده ديال المدينه ديال الميناء اخذ بعين الاعتبار يعني الجانب الثقافي من خلال اعاده ديال الاسوار ديال المدينه وكذلك بعض المباني اللي الان كتعطي واحد الاشعاع للمدينه كالمنشاه الخاصه بالرحاله ابن بطوطه، كذلك دار البارود وكذلك باب الديوانه القديمه. فالان ممكن نقولوا ان هذا المجهود كله بدا كيعطي الثمار ديالو، والثمره اللي من بين الثمار يعني الاعتراف ديالو هو هذا الامتياز ديال البافيون بلو اللي حقيقة غيمكننا من أجل التسويق وكذلك الاعتراف يعني بالجودة ديال الخدمات، وخصوص الجانب البيئي اللي الآن هو من الجوانب الأساسية والكبيرة اللي كيعتمدوها يعني السياح والناس اللي غيجيو لمدينة طنجة.
فهذه يعني مفخرة للمارينا والمدينة طنجة، وفي نفس الوقت غتكون واحد الامتياز بالنسبة للاستقطاب، يعني اللي كاين واحد الكونكورنس كاين، يعني واحد التقاطب يعني من استقطاب السياح باش يجيو لمدينة طنجة والمارينا ديال طنجة. والآن بكل باعتزاز ممكن نقولوا ان المارينا اصبحت يعني واحد المحل منفتح لمدينه طنجه، ومحل اشعاع ثقافي واستقطاب يعني للزوار والساكنه ديال مدينه طنجه.